انه لهم المشاكل والعقبات، اعلن الملياردير الامريكي ايلون ماسك عن اتاحه خاصيه القياده الذاتيه للجميع منهيا بذلك المرحله التجريبيه. فهذا النظام اصبح متاحا الان لاي شخص قام بدفع ثمنه لتصبح هذه الميزه ترقيه مدفوعه بسعر 15 دولارا فقط. استعجال ماسك واختيار هذا التوقيت لطرح الميزة الجديدة على نطاق واسع اعتبرها المحللون أمراً خاطئاً نظراً لكون مركبات تسلا تخضع حالياً لتدقيق مكثف من قبل المنظمين، حيث قامت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة مؤخراً بتوسيع تحقيقاتها في سلسلة من حوادث تسلا، كما أنه في تحقيق منفصل يبحث في أكثر من 30 حادثة تتعلق بالسائق الآلي. بكل حال المزيد مع لميس. وعدت تسلا بإطلاق ميزة القيادة الذاتية الكاملة في عام 2018، لكنها ظهرت أخيرا فقط في تموز 2021 لعدد صغير من السائقين الخبراء والحذرين. النظام الجديد المقدم من تسلا هو امتداد لميزة السائق الآلي لمساعدة مستخدمي سيارات تسلا، حيث يتوسع بوظائف آلية مثل التوجيه الآلي في المدن ووقوف السيارات الأوتوماتيكي واستدعاء المركبات الذكية والتعرف على إشارات المرور وعلامات التوقف. التكنولوجيا الحالية تتطلب من السائقين إبقاء يدهم على عجلة القيادة للسيطرة على السيارة في أي لحظة، فكل 45 ثانية يخبرك البرنامج أن تشد عجلة القيادة لتتأكد من أنك منتبه، وفي حال شعرت السيارة أنك غير منتبه فإنها توقف القيادة الذاتية، وإذا أوقفت القيادة الذاتية 5 مرات فإنها تطردك من البرنامج. سيارات القيادة الذاتية الكاملة لتسلا هي بلا شك واحدة من أكثر أنظمة القيادة شبه المستقلة تقدماً في العالم، لكنها لا تزال بحاجة إلى الكثير من العمل بحسب الخبراء. وفي فقرة الجانب الاقتصادي تنورنا دائما الصحفية والإعلامية في قسم الاقتصاد سامر المشتى. سامر أهلا بك. يعني متى ستصبح سيارات ذاتية القيادة حقيقة وواقع يا سامر؟ يعني سمعنا خلال السنوات الأخيرة وعود رنانة كثيرة بهذا الشأن. صحيح سيهام، بداية هناك تجارب فاشلة وهناك تجارب ناجحة للأسف. أول شيء أهم شيء نعرفه أنه السيارات ذاتية القيادة فيها 5 مستويات، من 0 أو يعني السيارة اللي هي غير ذاتية القيادة إلى 5 اللي هي ذاتية القيادة بالكامل. نحن أقرب ما نكون اليوم بين 2 و3 اللي هي الأسيستنت أو الأوتو بايلوت المساعد، اللي هي ممكن أنه تكبس المكابح، ممكن تكبس الأكسلريتر التسارع وتحريك المقود مثل ما هو في سيارات تسلا. هذا أقرب شيء موجود الآن إلى بس للأسف العديد من جهود الشركات المستثمرة ذهبت هباء مؤخرا. تم الإعلان عن إفلاس أرجو أي آي اللي هي كانت مسؤولة عن السيارات ذاتية القيادة بالنسبة لفوكس واجن وفورد، هم اللي كانوا مستثمرين فيها، بس حطوا فيها الكثير من الأموال وأغلقوها الشهر الماضي لأنه هو حقيقة ممكن تصير بس هي مكلفة جدا وما حتكون مربحة لهم. فممكن حطت فورد مليار وحطت وفوكس واجن حطت 2.7 مليار دولار في اي اي ارجو، وللأسف سوف يتم إغلاقها لأنه يقول الرئيس التقنية المتقدمة في فورد أنه صنع سيارة كهربائية أو التقنية التي تعمل بها السيارة ذاتية القيادة أصعب شيء، أصعب من وضع إنسان على القمر. هذا على حد هل هذا هو السبب الوحيد ولا في أسباب تحديات أخرى تعيق أن يتم تحقيق تقدم وإحراز تقدم في هذه التكنولوجيا؟ لأنه هي مو بس مسألة السيارة الوحدة، يعني مش بس أنا سيارتي أشتريها أوتونومس وإتس فاين، لا، في هناك سيارات عدة في الطريق. أيضا الطريق مثلا هيئة مواصلات دبي لها تجربة ناجحة إن شاء الله سيتم تطبيقها السنة القادمة في جميرة تحديدا التاكسي الذاتي، بس تم تخطيط الشارع لذلك، تم يعني هناك بنية تحتية تتقبل هذه السيارات الكهربائية، الترافيك لايت،
السيارات المحيطة، أين تقف هذه السيارات؟ يعني هي مش بس أنا أحط السيارة بالشارع ويلا. لما نجحت بسان فرانسيسكو مثلا، تنجح أكثر شيء بالليل يعني نجحوا مؤخرا 416 ركبة في أغسطس الماضي، بس كانت معظم هذه الركبات في الليل في سان فرانسيسكو، ما في هناك ازدحامات. وبعدين خسرت التقنية كلفتهم على ال 416 ركبة، تكلفتهم أكثر من مليار دولار خسائر. فهي تقنية مكلفة، هي ممكنة بس مكلفة وغير مربحة للسيارات. طيب، مدام التقنية مكلفة يا سمر، ما هو حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذه التقنية؟ وهل تتوقع ضخ استثمارات أكثر مستقبلا؟ يعني الآن ممكن اللي يتم ضخ استثمارات مستقبلية لاستخدام التقنية في الروبوتات في مجال التوصيل، هذا ما يتم حاليا. اليوم يتم استثمار في الصين فقط أكثر من 6 مليارات دولار فقط في مجال اللي هي اللي توصل الروبوتات، السيارات الصغيرة اللي توصل البضائع اللي لا تحمل ركاب وما تخوف، يعني لا سمح الله لو صدمت شخص ما حتكون الأذية مثل سيارة. بس عندك أكثر شيء مثلا بوش الألمانية استثمرت في شركة وي رايد صينية أكثر من 4 مليارات دولار. شركة فولكس واجن استثمرت في أرجو AI مثل ما قلنا 2.6 مليار. شركة فورد 1 مليار. عندك ويمو المعلن عنه فقط، ويمو تابعة لجوجل، المعلن عنه فقط غير اللي غير معلن أكثر من 5 مليارات دولار. فالاستثمارات مليارية، وما زلنا حقيقة لم نحقق شيء متقدم بالموضوع، وما زالت هناك حوادث وناس تموت. سمر، عندما نتحدث عن ثقافة المستهلك، هل تغير نمط الاستهلاك؟ هناك توجه أكثر لدى المستهلك للسيارات ذاتية القيادة؟ هل أنت عندك استعداد تركبين سيارة حتى الآن؟ لا، عشان هيك سألتك. يعني أنا واحدة من النايت ميرز أو الكوابيس اللي كانت تجيني وأنا صغيرة، لأنه كنت دائما أنام وراء أمي بالسيارة، وراء أنه أفتح عيني وأشوف أمي مو موجودة. فبالنسبة لي كان كابوس السيارة ذاتية القيادة. يعني هل لا أدري حقيقة هل ممكن الأشخاص يتقبلون؟ يمكن بعد أنا أحط كروز الآن لما أسوق على شارع الشيخ زايد، شارع عام مفتوح، أحط كروز. بس هل عندي استعداد أنه ما يكون في سائق؟ لا أعتقد، ما أعرف عن البقية، الأشخاص مختلفين بالتأكيد. يعني شكرا جزيلا دائما. شكرا جزيلا. شكرا.